نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا. ينضم إلينا الآن من موسكو عضو مجلس الدوما السابق ومدير معهد الدراسات السياسية سيرجي ماركوف. سيد سيرجي، أهلا بك معنا. في ظل خطة السلام المطروحة من قبل زيلينسكي من جهة وتصريحات لافروف برفض موسكو لصيغة السلام الأوكرانية كأساس للمفاوضات، ما الأساس الذي يجب أن تبنى عليه أي مفاوضات ربما من وجهة نظر موسكو اليوم؟ بداية أريد أن أشدد على أننا لا ننظر إلى هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ما من حرب بين روسيا وأوكرانيا، هذه حرب بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت أوكرانيا من عام 2014 عندما تم انتخاب الرئيس وتم فرض كل هذا النظام والعقلية الأمريكية، وهم يستخدمون أوكرانيا كذراع ضد روسيا. طبعا كذلك يمكن تشبيه ذلك مثل استخدام إيران لحزب الله والحوثيين كأذرع لها في منطقة الشرق الأوسط، وهكذا تماما تستخدم الولايات المتحدة أوكرانيا كذراع لها في المنطقة. طبعا الحكومة الأوكرانية غير موجودة كدولة أيضا مستقلة، أوكرانيا غير موجودة بل هي يتم التحكم بها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذا يعني أن المفاوضات الحقيقية ستكون فقط بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي واشنطن حاليا اقترحت ليس السلام بل ربما اقترحت تراجعا لروسيا. طبعا تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية أنها نجحت في بناء هذه الذراع الأوكرانية لها في المنطقة، وطبعا أنها سوف تهاجم القوات الروسية بطريقة متزايدة خلال هذا الشتاء، ولكن الاقتراح الأمريكي ليس جيدا. طبعا نحن لن نتوقف، أو نحن ما نريده واضح، نريد إزالة الأسلحة من أوكرانيا وطبعا الإزالة الكاملة للسلاح في أوكرانيا، ونريد أن تكون أوكرانيا ديمقراطية وحيادية. ديمقراطية يعني أن هذا النظام الحالي في أوكرانيا يجب أن يتم استبداله بالديمقراطية. هذا من وجهة نظر ربما روسيا سيد سيرجي. مع ذلك الرئيس الأوكراني زيلينسكي يدعو لعقد قمة السلام كما يصفها في فبراير المقبل. يبدو بأن موسكو وروسيا لن تكون حاضرة في هذه القمة، يعني ما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه القمة، قمة سلام كما يطلق عليها؟ هي فقط دعاية، هي ليست سوى بروباغندا. أعتقد أن زيلينسكي يريد فقط عقد مثل هذه القمة، قمة سلام، من طرف واحد مع غياب الطرف الآخر، غياب أي تمثيل وغياب أي دعوة للجانب الآخر. أعتقد أن هذه القمة قمة سلام من دون وجود الأطراف كلها المعنية، هذا بالضبط ما يعكس واقع أنه في الواقع ما من مقترحات جدية من السيد زيلينسكي، وفعليا سوف يكون من الصعب التنبؤ بمخرجاتها. ربما يجب أن نأخذ أيضا في الاعتبار أن الرئيس زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا فقط هو غير موجود، لأن أوكرانيا مستقلة غير موجودة، وطبعا يجب أن يكون ذلك واضحا بالنسبة لمن يستمعون إلينا، لأن الحكومة الأوكرانية غير موجودة بالنسبة لروسيا، وكل هذه الأحاديث ليست سوى دعاية. وفي الواقع الشروط الحقيقية لإرساء السلام سوف تكون نتيجة للحملة الشتائية، وفيما لو نجحت روسيا بعملياتها ربما قد تكون واشنطن أكثر جاهزية لأن تكون أكثر واقعية في المفاوضات. هي الأخبار التي تأتي الآن ربما من الميدان من أوكرانيا غير مطمئنة، ربما ليست في صالح روسيا. مع ذلك بدأت الحديث وقلت أن ما يحدث هو عبارة عن حرب ما بين روسيا وأمريكا. برأيك متى ستكون الظروف، على الأقل ظروف مواتية لمفاوضات روسية أمريكية؟ هل الموضوع مقترن هنا فعلا بالتطورات الميدانية؟ It's fully related what
هو مرتبط بما يحدث في الميدان. نعم، ويجب أن نقول أن هذا لا يعني حرب نووية. هناك ضغوطات سياسية من القادة، وطبعا هناك مطالبات من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ألا يكون هناك، أو تطالب هاتين الدولتين بألا يصل الحد إلى حرب نووية. ولكن بالنسبة للسياق العسكري هو الذي سوف يخلق ربما هذه الشروط المؤاتية لهذه المفاوضات المحتملة. حاليا الكل ينتظر نتائج هذه الحملة العسكرية الشتائية. شكرا لك على المشاركة معنا السيد سيرجي ماركوف، عضو مجلس الدوما السابق ومدير معهد الدراسات السياسية، كنت معنا من موسكو.